السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من عراب السيارات. أنا محمد عاقل. اليوم رح أحكي لكم عن سيارة تعتبر من أحد أغرب السيارات اللي ممكن تسمعوا عنها خصوصا عندي بالقناة. ما حكينا عن سيارة تمتلك هالمواصفات، مع أنه حكينا عن سيارات تعتبر حقها بالملايين، ولكن هاي السيارة فعليا غريبة. شوفوا، نرجع شوي لورا. وإحنا صغار فعليا كانت الليموزين هي رمز الفخامة، يعني إذا أي حدا حابب يبين غني مرتب بيركب ليموزين. إذا بتطلع بالأفلام حتلاقي إنه سيارات الليموزين كانت منتشرة كتير بفترة إنه والله زعيم مافيا وممثلين واللي معاه مصاري، وأي حدا هيك حابب إنه يترفع عن مستوى العالم بيركب هالليموزين. فعليا حرفيا فعلي كانت يعني السيارة فيها رفاهيات أكثر من سيارات عادية، ولكن في واحد حط رفاهيات بهالسيارة مش موجودة ببيوت كتير من الناس. السيارة هاي اللي فعليا عم نحكي عنها اليوم هي وصلت لمرحلة ما حد شاف مواصفاتها على أي سيارة أبدا لليوم، حطمت أرقام مجنونة وكانت أطول ليموزين بالعالم. السيارة اللي انصنعت قبل 30 سنة لتحط الأرقام القياسية كلياتها بموسوعة جينيس، ولليوم ما في حدا طلع عنها. سيداتي سادتي، اليوم رح نحكي عن السيارة اللي حملت لقب The American Dream. هالحلقة غريبة عجيبة، استمتعوا بأغرب مواصفات ممكن تسمعوها عن سيارة. تحياتي، أنا محمد عقل. فعليا القصة بدأت في فترة الثمانينيات، وقتها كانت زي ما حكيت لكم موضوع السيارات الليموزين كتير دارج، يعني وقتها كان يعتبر انه اشي رفاهية وفخامة. وهون اجى واحد اسمه جي اوبيرج وحكى لك شو بيمنعني اني اصمم سيارة تكون الافخم والاكبر، واللي رح تخلي السيارات الثانية فعليا اذا وقفت جنبيه هي بوكسة خيار. وفعليا بدأ جي بصناعة هالسيارة، وكانت البداية انه يختار السيارة اللي بده يبني عليها الليموزين تبعته. وهون راح يختار سيارة الليموزين بالاساس اسمها كاديلاك الدرادو. وطبعا السيارة بوضعها الاصلي كانت سيارة ليموزين عادية، يعني انت ما تتخيل انه والله جاب ليموزين ومدها شوي، لا يا صديقي، الامتداد هذا اللي مدها عشان السيارة تصير بهالطول كان بطول السيارة الاصلية 6 مرات وشوي. كانت يعني إيش ما حدا بتخيله، إيش اللي بتعمله قاعد، وين رايح في السيارة؟ السيارة فعلياً حط فيها أرقام بالطول خرافية. طيب بس أنت هتحكي لي يعني قد إيه طولها؟ يعني أوكي تحمست، ما أنا إذا حكيت لك حتنحرق الحلقة، خليها كمان شوي. السيارة ما كانت مميزة بالطول فقط، بل الموضوع يا صديقي امتد لإشي ما بيتخيله عائل بسيارة. ركز معي باللي رح تسمعه، لأنك ما رح تسمع هاي المواصفات بأي سيارة تانية على وجه الأرض مهما كانت فخامتها. السيارة فعلياً احتوت على غرفة نوم وفيها سرير مزدوج أو اللي احنا بنسميه كينج سايز، وكانت فعلياً فيها بار وفيها كنبيات وفيها تلفزيون وفيها فيديو وفيها ثلاجة وفيها حمام، وإذا زهقت من هذا الحكي بتروح على الجاكوزي تبعك، وبعد ما تخلص من الجاكوزي بتقدر تروح على مسبحك اللي ما بتدندلش في رجليك، لا كان فيه لوح قفز من كتر ما هو كبير. فعليا بعد ما تخلص بتروح على ملعب الجولف تبعك، وبعد ما تخلص ملعب الجولف تقدر تركب طيارتك اللي موجودة على السيارة وضلك منطلق. السيارة كانت ضخمة لدرجة انها هي مدينة صغيرة هيك. السيارة بتوسع 75 شخص، اذا حاب تعمل حفلة فيها ممتاز. السيارة فاهمين انه كل هذا عم نحكي عن بس سيارة، المواصفات هاي كلها عم نحكي عن سيارة، بس لما يكون عندك سيارة بهالطول وبهالضخامة وبدها تحمل شو مواصفاتها؟ مبدئيا عليها 26 عجل ومحركين V8، واحد بالاول واحد بالاخير، واغرب 2 شوفارية. ليش 2 شوفارية يا ترى؟ لانه فعليا السيارة من طولها الاول بيحكي للاخير انه جايتك لفة، لازم يلف الستيرنج عشان السيارة تورب معاه، فكتير السيارة غريبة. طيب قد ايه طول السيارة؟ سيارة يا صديقي طولها 30 متر. 30 متر وهي أطول سيارة دخلت موسوعة جينيس إلى يومنا هذا. كانت السيارة بتمتلك كل المواصفات اللي ممكن تجيبها بموسوعة جينيس. يلا خد لك، بدك سيارة فيها مسبح خد، سيارة فيها مهبط طيارات خد، بدك إياه، يلا اجمع اللي بدك إياه وحطه بموسوعة جينيس. حطمت الأرقام وما حدا شاف إشي زي هيك قبل هالمرة. طيب أنت حتيجي تقول لي يا محمد يعني أنا بدي سيارة مثل هيك، هذا حكي فاضي وفزلكي. هو معك حق، هو فزلكي، بس السيارة ما انصنعت لأنك تطلع فيها الصبح وتجيب خبز أو تودي ولادك فيها. فعليا السيارة انعملت لتكون لفت نظر، وفعليا هذا اللفت النظر خلاها تشارك بكثير من الأفلام، وفعليا كانت معلم غريب كثير، صارت ناس تدفع مصاري عشان تروح تشوف هالسيارة. ولكن السؤال، سيارة وينها؟ هل يعقل سيارة بهالحجم بهالشهرة اختفت؟ شوف يا صديقي، حال الدنيا ما حدا بيضل فوق، والسيارة بعد ما كانت الأشهر بوقتها شوي شوي
خفت شهرتها وبطل حدا يستخدمها بالافلام بعد ما انحرق كرتها وخلاص يعني صارت عفق، يعني زي الليمبي طلع بكل مكان لحد ما انحرق. ففعليا هاي السياره طلعت في كل مكان، خلاص بطلنا بدنا نشوف سياره طويله. وبطلت السياره تزبط لما اساسا لاستخدام يومي، يعني اساسا هي انصنعت ما بتزبط تطلع فيها، يعني اول يوتين بيجيك بتصف على اليمين وخلاص بتنزل من السياره. السياره عشان تصفها بدك ملعب كره قدم، بدك تطلع فيها بدك اثنين يسوقوها، يعني ما فيها شيء فعليا. اقول لك خد اذا الكوشوكات تبعونا خربوا انسى قرض 26 عجل يلا روح. فالموضوع ما كانت قصة انه تستوعبها انه السيارة يومية. وبالنهاية رح تستغرب لما تعرف انه السيارة صفت في مكان وظلت واقفة سنين لحد ما اكلها الصدى وانهجرت تماما. سيارة بيوم من الايام كانت الاهم بالعالم وصفت خردة على جانب الشارع، لكن هذه مش النهاية يا صديقي. السيارة فيما بعد انعرضت على موقع اي باي كخردة، ولاحظ ان احنا عم نحكي عن واحدة من اهم السيارات انعرضت كخردة. وفعليا في واحد هيك قاعد يقلب بتطلع انه هاي الليموزين الطويلة بعرفها هي $10، دفع مبلغ يعني بما معناه انه تافه جدا. وفعليا يا الله بيع، ما حدش بده اياه، شو بدك في 30 متر خردة. السيارة ظلت على باب بيته 8 سنين لانه ما معه اساسا يدفع تصليحها. وبعد هيك اجا متحف خاص السيارات وبيعرف انه هاي السيارة لها تاريخ ودفع له اعادة ترميم للسيارة، وفعليا تكلف عليها $250,000. انا مش فاهم ليش ما رجعوا عملوا سيارة من اول جديد، ما تصورش تكلفها $250,000، ولكن رجعوا السيارة على حالتها الاصلية. واذا بتكون تشوفوا التفاصيل كلياتها اكتبوا على يوتيوب مثلا American Dream Limo Restoration، حتشوف صور لها وتفاصيل كتير كيف جددوها. يعني صاحبها لما بدأ يحكي صراحة لعن ام الملل، يعني يروح يجيب سيارة تانية ويصنعها احسن له، قاعد يحكي لك جاب لها قطع من اخر الدنيا وملهاش قطع وبصر ايش. اوكي هو رجع اعاد احياء اشي كتير مشهور، ولكن صراحة غلبتها اكتر منها. على اي حال كانت هاي قصة واحدة من اغرب السيارات اللي ممكن تسمع عنها. اكتب لنا رأيك في التعليقات، شو رأيك في هاي الحلقة، شو رأيك بدنا نحكي بالحلقة الجاي. لا تنسى انك تشترك في قناتنا يوتيوب فيسبوك تويتر، احنا وين ما كان. كان معكم محمد عقل، تحياتي.